واحد بيقول ما معنى كلمة الحضرة؟ الحضرة القدسية، الحضور، الخشوع، الخبود، السجود لله رب العالمين. فالإنسان بيكون في جو ويدخل في جو ثاني، الجو الثاني ده اسمه الحضرة لأن الله قد حضر في قلبك. واسم القدسية أي المنزهة المطهرة الكريمة المكرمة. فأنت واقف في الصلاة يبقى كأنك دخلت الحضرة القدسية، مش يعني وانت بتعمل الحركات، لا، لازم قلبك يتحرك. ولذلك حنظلة جاء وقال له يا رسول الله نكون معك فنكون في حالة، أي الحالة دي الحضرة القدسية، وإذا ما خرجنا عافصنا الأبناء والأموال، يعني اشتغلوا بالتجارة وكذا، فنصبح في حالة ثانية. قال والله يا حنظلة لو بقيت كما كنت معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة كده اللي هم خلوا وازنها ساعة ربك وساعة لقلبك، لا، هو كل الساعات لله، إنما هي ساعة تدخل فيها الحضرة وساعة تعمر فيها الكون، ساعة وساعة. إذن علينا أن نفهم هذا، نفهم أن الحضرة، الحضرة ليست مكانا، الحضرة حالة، حالة خشوع، حالة سجود للروح وللقلب لله رب العالمين. تحس كده انه في حاجة حلوة حصلت، انك فاكر ربنا، انك متدبر في صلاتك.